الظهور الأول لابن نورمان أسعد من زوجها السياسي العراقي الشهير، طقوس دينية غريبة يقوم بها. ليش حتى ما تدافع عنا وحدة نصك نسيان نصف بنطلونها بالبيت وقاعدة عم تسلق بخصرة وترخيلك بعنكة؟ ليش حتى ما تدافع؟ لا تزال الفنانة السورية نورمان أسعد تتصدر الترند رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على اعتزالها قبل أن تعلن زواجها من الشيخ شمس نهر الكسنزاني، شيخ ومرشد الطريقة القادرية الكسنزانية. وفي التفاصيل الجديدة، فقد تداول محبو النجمة السورية هذه المرة مجموعة صور لابنها البكر تيجان، والذي يلقب في العراق بالشيخ ابن الشيخ، خلال تواجده مع والده بإحدى المناسبات الدينية. كله تمام. عجيب. وعلى صعيد آخر، فقد طالت موجة انتقادات واسعة السياسي العراقي الشيخ نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني زوج الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد بعد انتشار فيديو له خلال ممارسة إحدى الشعائر الدينية بعد أشهر من وفاة نجله. وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، منهم من انتقد هذه الممارسات خاصة وأنها تأتي بعد أسابيع من وفاة نجله إثر مرض عضال ألم به، ومنهم من شدد على حرية المعتقد. وكان النجل الأكبر للشيخ نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق قد توفي في شهر حزيران الماضي إثر مرض عضال أدى إلى نزيف دماغي في العاصمة الأردنية عمان. وفي سياق مختلف، كانت قد أطلت سابقا الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة صور ظهرت فيها مع زوجها العراقي نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني. وأوضحت صور أن أسعد وشريكها كان في خضم الاحتفال بإحدى المناسبات الرومانسية التي شهدت تقديم الزوج الهدايا لنورمان أسعد. وظهرت نورمان بملامح مختلفة، لا سيما من ناحية تغير شكل أنفها مع حفاظها على رشاقتها وقوامها. هذا وكانت نورمان قد أعلنت اعتزالها العمل الفني في العام 2007، وذلك بعد زواجها الثالث. وآخر ظهور إعلامي لها في العام 2011 خلال اتصال أجرته مع تلفزيون الدنيا تحدثت فيه عن موقفها من الأزمة السورية، إضافة لتكريمها كضيفة شرف خلال نفس العام بحفل خيري خاص أقامته الجمعية الخيرية البخارية في الأردن احتفاء بأمهات الأيتام في يوم الأم العالمي. وتزوجت نورمان أسعد سابقا من الفنان السوري القدير أيمن زيدان فجأة ومن دون مقدمات من نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء، ولكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج، إذ انفصلا لأسباب غير معروفة، ولكن ظلا صديقين وشاركا معا في بطولة مسلسل ألو جميل ألو هناء الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل وهناء. تكون بوصلته هي سوريا، سوريا أولا وأخيرا، سوريا هي البوصلة الحقيقية. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.